اليوم كانت مناسبة للتأمل في خطاب الملك السامي الموجه للبرلمان في افتتاح الدورة الخريفية، هي كذلك مناسبة للوقوف على هذا الخطاب الملك السامي التاريخي، لأنه فيه توجيهات سامية واللي تركز على علاقة المواطن بالإدارة، وهي علاقة حقيقة يعني آن الأوان أنها تكون علاقة يعني فيها نوع من التعامل اللي هو إيجابي من طرف الإدارة لصالح المواطن، لأن المواطن في آخر المطاف هو يعني الإدارة عليه مسؤولية أنها تتجاوب مع المواطن وتستجيب لحاجياته وطلباته. ونحن كذلك دورنا بالنسبة للشباك الوحيد للاستثمار أن كذلك نعمل في إطار كذلك منظومة من المصالح، وأعتقد أن إن شاء الله اليوم كانت يعني توجيهات الملك السامي واضحة، وعلينا أن نعمل مع مختلف الفرق مختلف المصالح الإدارية باش إن شاء الله نسرع وتيرة العمل وكذلك وتيرة المشاريع والمنفات الاستثمارية اللي خاصة نكبوا عليها بجد يعني بمصداقية وبشفافية بكل مسؤولية، وهذه مسؤولية لأنها وطنية قبل كل شيء. نحن على كل حال هي بالنسبة للاستثمار بطبيعة الحال هو فيها لا زال يعني عنده فيه جوانب يعني نواقص فيما يتعلق بالجوانب الإدارية الجوانب القانونية، ولكن كذلك اليوم خاصة التعاون مع جميع المصالح، لأنه دائما هو مشروع استثماري ولا ملف استثماري مرتبط بمجموعة المصالح الإدارية مختلفة. الآن الأوان أن هذه الإدارات كلها يعني تجتمع وتكون يعني رهن إشارة الشباك الوحيد، وتكون هناك تنسيق. المطلوب هو يكون تنسيق يعني بين المصالح الإدارية والإدارات المعنية باش أي مشكلة انطرحت يتم حلها. هذا هو المشكل، لأن المواطن محقه يطالب أنه يستجاب له، محقه أنه نحتاج احترام الآجال، محترم أنه يواجب. هذا هذه أمور كاملة يعني هذا الاستثمار بطبيعة الحال هو حجر الزاوية، أنه استثمار يتعلق بخلق فرص الشغل، يتعلق كذلك بخلق المقاولات، يتخلق مجموعة من النسيج الاقتصادي والاجتماعي في 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 منطقة معينة. ونحن أعتقد في مركز الاستثمار مستعدين إن شاء الله أن نتعاون مع جميع المصالح باش نذلوا جميع العقبات التي يمكن أن تواجه الاستثمار في هذه الجهة. هو الشباك الوحيد هو تم خلقه من سنة 2002 كما أشار إليك صاحب الجلالة في الرسالة الملكية السامية، ولكن المشكل دائما يقع هو يعني التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية، لأنه طبيعة الحال ملف استثماري معين يعني من اختصاص الشباك الوحيد، ولكن كذلك هناك مصالح كذلك تدخل عندها علاقة كذلك بملفات الاستثمار، ولا بد كذلك أن تواكب المجهودات التي يقوم بها مركز الاستثمار باش يمكننا نخلقه ونذل المشاكل التي يعاني منها الاستثمار. الحمد لله في هذه الجهة يعني معروفة، يعني الحمد لله ليست هناك رشوة ما كانتش معروفة، ولكن اللي ما هو كاين هو فعلا أنه وتيرة الاستثمارات هو ضعيفة جدا بحكم مجموعة عوامل، منها المرتبطة يعني بوجود كذلك المصالح تواكب الاستثمار، منها كذلك مكاتب الدراسات، منها مجموعة المسائل، منها التجهيزات الأساسية مجموعة هذا، ولكن كذلك الإدارات المعنية لا بد كذلك أن تواكب العمل اللي يقوم به مركز الاستثمار باش يمكننا نذل الصعوبات.